السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف ازاي نرسم السلم. اول حاجة هاجي في structure واقول له ليدر، وابدأ اختار اعلى نقطة، وابدأ بختار بقى النقطة المقابلة ليها اللي هي من تحت العمود اهي، وبعد كده اشوف اتجاه السلم الناحية فيظهر معايا السلم بالشكل ده. طيب لو انا عايز اغير المقاسات او اغير الشكل الحاجات دي كلها، هاجي هنا من setting واقول له ليدر setting، وهبدأ من هنا اختار التايب، اختار الديسكريبشن بتاعي، اختار المسافة من هنا لهنا تبقى كام. هنا مثلا 25، اقول له اخليها 30. طب الاكزيت اللي هي المسافة ديت اخليها مثلا 35. البروجكشن المسافة ديت تمام عايزها تبقى قد ايه. طيب المسافة من درجة لدرجة قد ايه، وبعد كده اختار الشيب بتاعي. من هنا تلاقي اشكال كتيرة تقدر تختار منها الشكل اللي انت عايزه. الشيب سايز تقدر تختار السايز اللي انت عايزه برضو. وبعد كده هتيجي هنا في الكيج اللي هي الجزء اللي فوق دوت، فيبدأ يديك المقاسات اللي انت عايزها. هتقول له ممكن ما ترسموش خالص، ممكن تشيل العلامة من ديت خلاص، تبقى سلم بس كده من غير الحتة اللي فوق. وتقدر تقول له مثلا المسافة من هنا لهنا هتبقى مثلا قد ايه، المسافة اكبر مسافة من سلمة لسلمة هتبقى قد ايه، وهكذا.